الخير من المارينا اف ام. بويا راح هني وماسكني من اذني اذا ما تسلم وتصير ادمي اركب راسك بدال المايك. انت الحين يا تسلم يا تدخل يا ما تسلم يا تدخل حتى التاريخ الهجري. انت شوف تحت ما عندك شيء بالوسط انت بتدار ترى بويا ترى انا تاركك ثلاثة ايام ايه وقاعد اسمع الشيطان الشيطانه مالتك على الهواء. شوف السلاح الابيض قاعد تهددني فيه الحين إيه؟ هذا ما يفيد وياي هذا واحد ووصل لي الكلام اللي قال عني انا اقول عنك قال عني الحين انا الفتى الذي لا ماكو فتى الذي فتى الذي انا جاي اليوم لا مخصوص يعني اي يعني لو ترى ابو يراح وايد حاط دوبك دوبي اخوي انزل لي ارضي انزل لي ارضي انزل ارضي ان شاء الله حق كل الناس ونقول لهم صبحكم الله بالخير معي بشار الجزار على الميمنه وعلى ميمنة الميمنة معنا أخونا طبعا بدر خاجة غلط مرة ثانية غلط مرة ثانية علي خاجة علي خاجة أبي ولو ناس بدر حلو يعني بس أوكي. أبي بس إيش قصته فعلا أنا سألتكم تحت الهواء الحين على الهواء دايرك أبي بدر إيش قصته وياي مو بدر يا الله لا أقول اسم بدر إيش قصته وياي والله أسأل اليوم أنا قاعد أغلط في مخرجنا ما قاعد جاب إيش عليها وكل شوف أنت ويا أكثر ناس تدعون ما عندنا فلوس هو عنده ما شاء الله بيت وشاليه وسيارتين وانت عندك عقارات في لندن وتركيا البورصة يعني لمتى بدي يعني وانا شو اقول انا شو اقول حرام عليك والله والعروض اللي تقدمها مني ومنك ومني لوجه الله لوجه الله يا ملعون انا عمل خير هذا انا ريال ادور اجر شوف اهل بشار انا ترى يعني انا لما اسكت مو معناه ان ما عندي دفاع وهجوم لا تكتيك. انا بالعكس اقول اللهم زيد وبارك شنو المراه مسكينه المراه المسكينه بتدافع عن نفسها اللي قاعد نتهمها النسره واللبوه والتاهو وبعد جيب باكير لحظة واحد لحظة. يقول عنها تخيل واحد يقول انك لما تروح حق ايسلندا يعطونك 5000 دولار بس تزوج واحده ايسلنديه وفي الكويت محافظه على سعرها كنها لاند كروز شلون ابو حسين يعني الكويتيه صارت لاند كروز ما يتغير سعرها على حسب مواصفات وايسلندا فوقها فلوس على الاقل ايسلندا براد مسكينه قاعد نظلمها बदल रही है रूप जिंदगी छा
من كم سنة طبعاً تداية أنت وصارت عليه قضايا ومش عارف إيش يعني تبهذلت بالنسبة لهالقروض هذه. الحمد لله رب العالمين، الله فرج عليه وسكر فيه عليه والحمد لله. اليوم أنا لو محتاج شغلة، إذا مو يعني شغلة تكون أساسية، إذا عندي شريت ما عندي أستريح ما أستري. صح. القروض اليوم اليوم أنا أخذت قرض، انا عشان ابني دور حق عيالي شقتين مثلا يبي 45 50 الف بما يغارب، منين اجيبهم اذا انا على الله على راتبي؟ انت غير ملزم يا ابو عبد الرحمن انك توفر حق عيالك السكن، هم المطالبين من رب العالمين ان يبرونك ويقومون فيك. رسام واعشق الالوان، رسام وارسم اللوحات، لكني بكل الأحيان وإحساسي بكل الأوقات يقول لي ارسمها، يقول لي لونها، لأنها أحلى الرسمات. رسام وأعشق الألوان، أجمع ألوان الطيور وأخلط الوراق الزهور وتبتدي الريشة تدور، هذا لونك برسمة ومن أشعة نور ومن ذهب منثور ومن عبير زهور، هذا شعرك برسمه أقطف التوت الحمر واستلف شكل القمر وامزج أشكال العطر، هذا فمك برسمه عاشق وإحساسي رسام، وانت الريشة والإلهام، انت اللوحة والبرواز، وانت الفكرة والأحلام. إيه أبرسمك بس شلون وبأي صورة وبأي لون، وانت يا كل العالم مالك وصف بكل هالكون. أبرسمك بس بأي جمال أقيس، كليوباترا نفرتيتي بلقيس، بقط الريشة أحسن لي واسرح فيك أنا كلي، وخلي الرسمة في قلبي ألونها على مهلي، لأني رسام وأعشق الألوان. القرض شر لابد منه. زين عند الكويتي، يعني أنا أول ما توظف، أنا دوني متوظف من سنتين وشيء. زين أول ما توظف، وهذا بالي قاعدك عليه شكل اسمعني. زين من قبل أتوظف وأنا أيام الجامعة، أنا على ذمة أبو علي صار لي كان تقريباً 5 سنين. عسى الله يتمم يا رب. أتوظف ما كنت راح أخذ قرض، أنا ما راح أخذ قرض أتوظف، ما راح أسوي نفسك. الله وكيلك توظف نزل لي معاشين، معاش كامل، المعاش الثالث يقفل القرض. شوفي. ليش يا معالي ليش؟ والله أنا فكرت فيها، قلت بعد يعني يمكن بعد 8 سنين. شنو بعد حنقول 9 سنين بيطلع لنا بيت، خلي الحين اخذ القرض اخذ لي سياره. ام علي دائما حطي، ام علي انت صدق كويتيه، ام علي دائما حطي التون هذا في راسك هاو يطلع لك بعد شي، دائما حطي شي هذا اللي هاو. انا صاير لي 5 سنين وفوقها 9 سنين، 16 سنه، بعد 16 سنه ما يطلع لك. وفي ناس على ب 25 سنه للحين ما طلع له باب بالبيت، طابوقه ما جت له. تجدوه ما تدري، يقول لها برسمك بتوت احمر ترسم بكبره، هذا المحتر. برسمك بتوت احمر برسمك بريش، عيل بيتزا دبل. والله الاخ مخده. انا من شفته حط له ورقه قدام انا ما اطمنت. تخيل اللي يعطون قروض وصلون شعراء. اخذ قرضك في يوم اسود. قرضك هذا ما يتسدد. الله. قرضك باخذه منك وجيبك بيتنتف. انا البنك وانت المواطن. الله. تعال يلا تعال اردف. ايه. لان القرض راح ينتف.
يعني يعني راح اشقك وشق هذا. اختلفت الزوار ما اختلفت تكلف كل استانسه مشاي ليش معصب؟ هي مو بس اختلفت اللي اختربت يا قوي للعمر. عندك بويا الراح عندك بويا الراح وهو ملك الزوارات لا تشوفينا عنده لسته يفترج انه مرشح. يا حلاة زوارات قبل احنا حريمنا وريايلنا وعيالنا من بنات والصيان كبار وصغار قاعدين بصاله واحده على سفره واحده القاع. الله الله. وشنو سفرتنا؟ لا تقولون ما كلينا على جرايد. أيوة. الكويت كلت على جريده. يعني الحقيقه من العادات والتقاليد. وعلى فكره ام شايع ترى هي كانت يعني هي كانت شغلتين رياضه وغدا. رياضه تمرين خصر. ليش متربعه؟ وثقافه لا تنسى نقرا. توم بيار سيديكو. هم بيار توم بيار سيديكو. توم بيار سيديكو. بيار سيديكو. तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखे जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला يلا نسمعها بس راح اغنيها ترى المقطع الاول الهندي والمقطع الثاني بالعربي يلا 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 اوكي से देखे जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला ला 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 तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखे जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला ला 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 مع الأهل مع الدنيا عليها ليش انت عهود الحب كل قرب طيها مخ ماك وقلب ماك وليش توهقيها أنا الحين يا حيان لازم يقرنيها خلصيني يا كنت الناس أنا ما يبيها أنا ما يبيها تم بيار سديكو هم بيار سديكي جيبان كي أنديري مبكر جاي أجالا تقول تغيب وترجع مدة أيام وتغيب فين ابتلاك الله وفيك ابتلاني ما كل طلقة بالهدف لازم تصيب ما فيه تهمة دون مجني وجاني جاني. ما قلت لك للناس حسبة وترتيب ومقدرة ما بين قاصي وداني داني. بالك غرك أسود الراس في شيب ويروح عمرك بالأمل والأماني الله. شفني من الدنيا كسبت التجاريب والكل قصة واقعية معاني منها عرفت الذيب ما ياكل الذيب من البهايم من هجومه تعاني تعاني دام حصل بيني وبينك عواقيب ربي خذا مني وربي عطاني واذا نويت البعد رح فالك الطيب لعاد ترجع للمحبه عشاني لكن تاكد باكر يظنك تخيب مثل العمر حتى لو انطال فاني الله الله صح لسانك يا ابو محمد صح لسانك لك تايرين روح حبيب كفو لك تايرين روح صلخ يا ابو محمد بهالمطر روح عندنا شخص يتحكى فلبيني باللغه العربيه غير ملتا كم كهدا وان شي تمام باللغه العربيه لا 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 قلت والله كلمه بشار اتحكى فلون يلا قول لنا انا يعني قوه مرحبا فيكم في المارينا 90.4 ولكم من سباديتو سامارينا اف ام سكويت 90904
نفس الحنة نفس الحنة. لا 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 انا افهم عليهم 100%. ولما ارسبوند باك والله العظيم مساكين يفتحون عليهم. هذا من وين يا انزين؟ ابيك 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 تقول لي برنامج الديوانية في انتظاركم كل يوم. بس ديوانية شو دي تو سكويت سألاونا تمارين اف ام. ابي وجبة رقم 4. الديوانية من الأحد للخميس الساعة 12 الظهر على مارينا اف ام ومارينا تي في.